يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، أنا أمر بضائقة، فادعوا الله أن يفرج عني وجزاكم الله خيرا. كثير من الإخوان يطلب الدعاء من الناس إنهم يدعون له، الواجب إنه هو يدعو، الواجب إنه هو يدعو لنفسه، لا سيما إذا كان مضطرا، الله يجيب دعوة المضطر، الواجب إنه هو يدعو لنفسه ولا يقتصر على دعاء الناس. الدعاء طيب، إنك تدعو لأخيك هذا طيب، ولا مانع، يباح إنك تطلب من غيرك إنه يدعو لك، لكن لا تنسى إنك أنت أولى أن تدعو لنفسك. فنحن ندعو إن الله يفرج هم المهمومين، ومنهم هذا السائل إن الله يفرج عنه كربته، ولكن نقول لا تعتمدون على دعاء الناس، أنتم ادعوا الله عز وجل أولا قبل كل شيء، والله قريب مجيب.